FM. الكلمة ليك. في خصوص القضايا الأخرى، أنا قدمت ملفات عقود من شهر أفريل، ووجه تحية إلى القاضي سفيان السليتي، توا أعطاني خبر اللي راهو القضية اللي جيت فيها للنيابة العمومية تمت إحالتها للتحقيق في القطب القضائي المالي. أحييه وأحيي القضاء الشريف النزيه دون القضاء، دون بعض القضاة الفاسدين، دون بعض القضاة الفاسدين أو المرتبطين بأوكار مشبوهة. قدمنا، قلنا الرجل هذا عنده عقود، قال راني شريت أملاك الطرابلسية وجايب عقود في بلدية مسجلة في 2009، شرا من عند عماد وشرا من عند محمد العادل وولد محمد العادل، وحكايتنا وفرنا العقود كاملة. كي مشينا للبلدية، ما هو كي تعمل عقد ويبيع لك محمد العادل الطرابلسي يتقيد، وما تنجمش بين الكولون والكولون تحط حد آخر. لقينا البيوعات مش مسجلة، معناها عقود مضروبة، ثم شكون متورط في البلدية وحط لك كشي ومشيت سجلت في القباضة، والقباضة معناها مهم كي جاها متاع البلدية معاش ألو فيريفي با. اثنين، كونك نشرت في الرايد الرسمي يعني وثائقك اللي تقدمها كله صحيحة. دخلنا شوي تحت الطاولة، جبدنا لك الحكاية. الكلمة ليك.